سلام بنات، معكم نورا من يوميات نورا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد اللي بغيت نشكر فيه بزاف ديال الناس اللي كيشجعوني وساندوني وكيخليوا لي تعليقات زوينه، منهم بعض القنوات جميله اونلاين، افاتار فاشن، اسماء الراجي، امرانين، زهر الصحراء وتنوير العقول. شكرا بزاف بزاف اللي عطيتوني من وقتكم وخليتوا لي تعليقات زوينه بحالكم وشجعتوني. شكرا لكم بزاف، وكل كبير كل صغير، ونتمنى نكون ما نسيت حتى شي واحد. هاد القناة راه باقا صغيرة ونتمنى انها تكبر بكم. اليوم غادي نبداو في الفيديو ديالنا اللي غادي يكون مغاير على الفيديوهات اللي حطيت قبل. كما كتشوفون غادي يبان لكم بزاف ديال الحويجات، يعني بحال مثلا هاد الشمع ديال السيليكون، عندنا كما كتشوفوا كاس. المهم الهدف من هذا الفيديو اللي بغيت انكم يعني تستافدوا مني شي حويجات. انا راه دايره يوميات نورا، يعني كنبغي نشارك معكم اليوميات ديالي ونتمنى انكم تستافدوا مني. هاد الفيديوهات اللي كنحط راه بطبيعه الحال انا كنتمنى يستافدوا منهم يعني المبتدئين، اما الناس اللي كبار شويه راهم على راسي وعينيا، انا نبغي نستافد منهم. كما كتشوفوا في الفيديو ديالنا عندي هنا كاس اللي غادي تشوفوه، يعني عادي هاد الكاس كان عادي. البنات كنا حنا كنخملو هكا في يعني قبل رمضان كنغسلو هادشي ديال الزاج، يعني الكيسان وهادشي. تهرسوا لينا هاد الكيسان اللي هما كانوا هكا ثلاثة تهرسوا، كانت غادا ترميهم ماما، قلت ليها خليهم على جنب انا غادي نفكر شنو غادي ندير بهم. صافي بقيت حاطاهم هكا على جنب وقلت شنو غادي ندير بهم، شنو غندير بهم. قلت غادي يعني ندير ليهم هكا شي ديزاين اللي نستافدو منو هكا يزين لينا الدار ديالنا، يعني شي حويجات غادي يكونوا كيترموا علاش اللي مستافدوش منهم. وانا ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال الحويجات اللي غادي نستافدو منهم، بحال مثلا انا فين حاطه هاد الشيء ديالي، هذا كما كتشوفوا راه انا اللي مصوباه، يعني كان غير عود عادي وانا بحال هكا زينته بهذا القطن بحال هكا وهاد التويبات. غادي نشارك معكم بزاف ديال الحويجات اللي غادي نستافدو منهم ونتمنى انكم تستافدوا مني. غادي ندوزو الفيديو ديال اليوم. غادي هاد الكاس صافي انا غير وريتكم، غادي دابا ندوز نحيدو. عندي هنا واحد هكا شمعه ديال السيليكون اللي غادي نحتاجها، غادي ناخذ هاد الليبه اللي غادي نديرها. من الاحسن نتوما البنات ديروا جوج، يعني انا عندي هنا غير وحده غادي نقضي بها. عندي مقص، عندي هذا البنات ما تديوش عليه راه حيت كنخدم به بزاف بحال هكا. عندي هنا موس غادي نقسم به الشمع، وعندي هاد العود هكا، وعندي البنات هاد الزيت ديال الشمع. هذا راه ماشي هو اللي كيدار الشمع يعني بالضبط، ولكن انا غادي نقضي به. نتوما البنات يعني من الاحسن تاخذوا الزيت ديال الريحه اللي خاص بالشمع، الا ما بغيتوش الشمع ديالكم يكون فيه الريحه يعني ماشي مشكل، مي هاد الزويت كيعطيونا ريحه زوينه. انا غادي نقضي بهذا. عندي هنا القاعد الحرش، عندي هاد الصفر اللي حرش، وعندي هاد الكحل اللي شويه ملس، وكما كتشوفوا هاد الزاج. انا البنات كنت يعني من قبل اصلا زدت هرستهم شويه حيت كانوا كبار من هكا، وزدت يعني هرستهم شويه يعني هزاش. صافي غادي نحيدو. وعندي هاد الكيسان، عندي هادو اللي غادي نزين بهم هكا هاد البابيونات اللي صوبت من واحد الطريف ديال هكا ديال الثوب كان عندي، هادو التزيين. وعندي هنا الشمع، هنا غادي ناخذ الكميه ديال الشمع اللي غادي تقدمني. غادي نوريكم كيفاش نحيدو هاد الفتيله ديالو من الشمعه كيفاش نحيدوها. اما بالنسبه لهنا البنات هاد العود اللي درت، ملي كيكون عندنا البنات كاس عادي، انا مثلا كناخذ هكا النص ديالو كنقطعو هكا. في حاله الا كان عندنا كاس عادي يعني بغينا غير نديرو فيه الشمع ما مهرس ما حتى شي حاجه، راه غادي نكتفيو به غير بحال هكا، يكون خارج لينا على الكاس، وغادي ندورو عليه الفتيله ديالنا من الهن. غادي نوريكم كيفاش كندوروها، يعني بحال هكا راه مزيان، ولكن في هذه الحاله ديالنا
انا اضطريت انني ندخل هذا العود لداخل ديال الكاس. يعني غنوريكم كيفاش. مثلا هذا العود انا غنزيد نقطع منه غادي ناخذ ستيلو وغادي ناخذ عليه العبار هكا من الداخل. غادي نجي لهنا وغادي نقيس هنا هكا. يعني غادي ناخذ القياس اللي غادي يدخل ليه هنا. غادي نقيس غادي نقطع بحال هكا. يعني هذا القياس اللي دخل ليه هنا. نتوما غادي تاخذوا على العبار ديال الكاس اللي عندكم. المهم غادي ندوز نحيد لهم هاد العويدات. الشمع غادي نخليها هكا على جنب. اول مرحله غادي نبداو بها البنات. عندي هنا كاسرون. هذه انا راه مخليها خصيصا للشمع ملي كنبغي نذوبو. يعني خاصه غير بالشمع. غادي ناخذ ليا كنديرها دابا البنات. كما كتشوفوا ها هما الكيسان ديالنا. غادي ندوز ناخذ هاد القاعات الحرش هو الاول هكا الصفر. غادي نقطع غير شويه ماشي بزاف باش كنقدروا نتحكموا فيه. نقطع هكا طريف هو الاول. وغادي نحك الكيسان ديالنا مزيان البنات باش ما يبقاوش لينا هكا ماضين من الفوق ويجرحونا. حنا راه كنبغيو نديرو هكا حويجات اللي كيكونوا زوينين ولكن في نفس الوقت يعني ما نبغيوش ناذيو راسنا ولا هكا عائلتنا. يعني ضروري انهم يتحكوا من هاد يعني هاد الدواره كامله باش ما يبقاوش حرشين كما كتشوفوا هكا. يعني غادي نبقى نحك فيهم مزيان مزيان من الفوق. انا ما بغيتش نبقى نخلي لكم يعني الفيديو دايز حيت كاين شويه الصوت هكا ديال القاعد راك عارف فين كيعطينا الصوت. وفي نفس الوقت ضروري ليكات هكا حيت الدجاج رقيق. مهم انا غادي نحكهم مزيان مزيان كما غتشوفوا في الفيديو ورجع معاكم. دابا البنات من بعد ما حكيت هاد الكيسان كما كتشوفوا مزيان انا هنا راه ثلاثه اللي خدمت بهم. يعني الاول وزدت عليه جوج اخرين. البنات هاد الكيسان راه كيبغيو الوقت. انا راه خداو مني هكاك واحد ربع ساعه وانا كنحك فيهم يعني بهاد القاعات حرش. انا استعملت هنا هاد القاعات يعني نمره 60 هو باش حكيتهم المره الاولى. وغادي نعاودهم بهاد القاعات اللي هكا شويه ملس 180 هاد الكحل هو اللي باش غادي نعاودهم دابا. يعني غادي نبقاو نحكو فيهم البنات تيعود هكا ملس كما كتشوفوا. انا دابا هانتوما كيف هانتوما سامعي يعني ما كيبقاش يجرحنا في الاولى البنات. راه كيكونوا الكيسان ماضين عندنا. يعني ردوا البال ايديكم راه كيكونوا ماضين. اما دابا هانتوما شوفوا مع الحكام هانتوما يعني راه كيرجع لينا عادي بحال كاس عادي. دابا غادي ناخذ هاد القاعات الحرش اللي غادي نفيني بيه حتى هو هكا غادي نقطعو. قطع هكا على جوج باش نتحكم فيه. وغادي نعاود نفس الطريقه ولكن ماشي بزاف هاد القاعه الثاني غير هكا غير يعني غير نفينيو به الكاس وصافي. يعني حتى خفيفه هكا. المهم انا باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نعاود نحكهم وغادي ندوز نغسلهم. يعني نغسلهم عادي بتيدو هكا. يعني نغسلوهم وغادي نشفهم مزيان بالماء ورجعوا للطريقة ديال الشمع كيفاش غادي نصوبوه. دابا البنات من بعد ما حكينا الكيسان ديالنا مزيان عاودنا خدمناهم بهاد القاعات هكا خدمناهم مزيان مزيان البنات. يعني راه كيطلب لينا شويه ديال الوقت هاد الشيء. المهم هانتوما كما كتشوفوا راه كيرجع لينا عادي ما كيبقى الفرق بينه وبين الكاس العادي حتى شي حاجه. يعني كما كتشوفوا هذا كاس عادي
حتى هادو من بعد ما كيكونوا لينا يعني ماضي نردوا معاهم بال طبيعه الحال، ولكن كما كتشوفوها نتوما يعني ما عندنا دابا مناش نخافوا منهم. دابا انا غادي ندوز هكا نحطهم على جنب، انا بطبيعه الحال غسلتهم مزيان باش هكا يكونوا لينا لامعين في هاد الديكور اللي غادي نديرو. غادي ناخذ انا دابا هاد الريشو غادي نشعلو يسخن هكا. انا هنا راه عندي شي حاجه ديال الشمع حطيتها هكا، غادي نوريكم الطريقه ديال الشمع. بالنسبه لطريقه الشمع البنات يعني من الافضل انا غادي نديروه لنا بهاد الفتيله ديالو، يعني غادي نحطو هكا باش ما تقسمش ليا الفتيله، على حسب باش تجيني طويله على حسب الكاس، يعني غير هكا غادي نحطها كلشي ليها وندير هاد القياسات حتى يذوب لينا هاد الشمع ديالنا. وغادي ناخد شي حاجه ونهز بها ديك الفتيله ونحطها، ندير هاد القياس ونشوف. المهم غادي نعطيه وقته حتى يذوب مزيان وغادي نرجع معكم. دابا البنات كما كتشوفوا انا راه هنا داب ليا الشمع ديالنا، هانتوما غادي نوريكم كيرجع لينا هكا على الشكل ديال الماء. انا هنا كما كتشوفوا راني درت الشمعه كامله بالفتيله ديالها. غادي ندوز هكا ناخذ نقص نهزهم هكا، هانتوما غادي نحيد كاع هاد الفتيلات. بالنسبه لهاد الطريقه البنات انا ما كنعتمدش عليها بزاف، غادي نطفي عليه، ما كنعتمدش عليها بزاف انني نرمي الشمعه بالفتيله ديالها، ولكن على حسب النوعيه ديال الشمع البنات. يعني بعض المرات كيكون عندنا الشمع اللي هكا رطب انا غير كنقسمه كنجبد ليه الفتيله، يعني ما كتاخذش ليا وقت. بالنسبه لهاد الشمع انا ما بغاش تحيد لي الفتيله ديالو دغيا، كتبقى على حسب نوعيه ديال الشمع. الا تحيدت لينا الفتيله يعني هكا بدغيا من الاحسن بلا ما نرميوها حتى تذوب مع الشمع، الا ما بغاتش عادي حتى هذا يعني نقدروا نعتمدوا عليها نلوحوها بالفتيله ديالها. وكما وريتكم نهزوها نحيدوها وغادي نخليوها هكا شويه تبرد. هكا ملي تبرد غادي ناخذ بحال هكا، هانتوما غادي ناخذ بحال هكا موس ضروري كما كتشوفوا، وغادي نحيد لها داك الشمع اللي داب معاها، يعني باش الا بغينا نشعلوا الفتيله ديالنا تشد فيها العافيه، يعني نحيد هاد الشمع اللي زايد. هانتوما كما شفتوا طريقه سهله. المهم انا غادي نحيد لهم الشمع ونرجع معكم. دابا البنات من بعد ما كملت الفتيلات ديالي غادي ندوز ناخذ هاد الشمع اللي كتشوفوا هانتوما راه داب رجع لينا على الشكل هكا بحال الماء. غادي نحطو هنا، غادي ناخذ هادي باش نهز بها باش مي هكا ما يتفقش لينا فوق هاد على شكل خدمو. ناخذ هاد الكيسان ديالنا الشمع البنات، ما تخليوش مده يعني طويله حيت غير كيبرد لينا، وغادي نعاودو نرجعو نسخنوه الى برد. هانتوما ناخذ هكا بشويه بشويه نحط هادي هنا، هانتوما نزيد نعمر. بالنسبة لهذا الكاس راح قياس كافي، ندير في هذا. المهم البنات انا باش ما نطولش عليكم فيديو غادي ندوز نعمر كاع هاد الكيسان اللي عندنا وغادي نرجع معكم. شوفوا البنات نتوما غادي تكونوا شفتوني كيفاش درت هاد الفتيله الاولى، غادي نوريكم دابا الطريقه مزيان كيفاش نديروا ليها. غادي نشد هاد الفتيله ديالنا، غادي نشد هاد العويد بحال هكا، غادي نلوي على الفتيله مزيان، وغادي ناخذ العبار على الكاس يعني قداش هكا. انا غادي نشوف هاد القياس كما كتشوفوا، غادي نشوف
نحاولوا نجيبوا هكا الفتيله تكون في الوسط، يعني نحاولوا معاها واخا مع الشمع هي راه ما كتثبتش لينا. هانتوما انا غنخليها بحال هكا. مهم غادي نعود نفس الطريقه للكاس الاخر اللي عندنا. من بعد غادي الا بغيتوا البنات تخليهم هكا فوق، يعني فوق الرخامه ديالنا حتى يبردوا على خاطر خاطرهم. كنتم مزروبين عليهم تقدروا تدخلوهم الثلاجة، ولكن من الاحسن انا ننصحكم يعني نخليهم غير هنا، يعني فوق سطح العمل نخليهم. الا دخلناهم الثلاجة كيقدر الشمع ديالنا يتشقق لينا، يعني هذه نصيحه مني. المهم انا غادي نكمل هاد الكاس الاخر. دابا البنات من بعد ما كملت الكاس الثالث في درنا لي يعني الفتيله ديالنا وحطيتهم هكا على جنفين غادي يبردوا، غادي ناخذ هاد الزيت اللي فيه الريحه. هاد الزيت ما نضيفوش مباشره والشمع باقي سخون، يعني تنحطوه في الكاس ديالنا. غادي نضيف يعني غير هكا قطيره بحال هكا، وناخذ هكا عود وندير لهم بحال هكا. صافي راه غادي تدخل لينا الريحه في الكاس كامل. وبطبيعة الحال غادي نكرر نفس العملية كاع الكيسان اللي عندنا هكا، حد قطيرة وندير الكاس هكا هكا. صافي غادي ندوز حتى الكاس الثالث غادي ندير ليه نفس العملية، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. دابا البنات رجعت ليكم من بعد ما الشمع ديالنا يعني هكا برد لينا في الكيسان ديالنا. ضروري البنات ما نحركوهش من بلاصتو ملي نحطوه هكا يبرد، يعني البلاصه اللي تحط فيها نخليوه فيها حتى يبرد. انا زينت عندي هنا جوج كيسان، وغادي نوريكم الطريقه الثالثه، يعني هذا الكاس الثالث اللي عندنا كيفاش غادي نزينوه. غادي ناخذ بعدا اول حاجه نحيد هاد العويد ديالنا اللي درنا. هانتوما غادي ناخذ هاد الفتيله، دابا غادي ناخذ مقص غادي نقطعها بحال هكا، نديرو لها هكا. صافي غادي تبقى لينا هاد البابيون اللي قلت لكم عندي. هادي عندي يعني واحد طريف ديال التوب عادي كيما كان، يعني يكون على شكل هكا شبكه، درت منه انا بابيون. ها نتوما كيف كتشوفوا غادي هذا يعني للتزيين باش نعطيو منظر زوين للكيسان ديالنا ديال الشمع. غادي ناخذ هذا السيليكون غادي ندير واحد نقيطه ديال السيليكون، يعني ما نكثرش، واحد نقيطه وغادي نحيد يعني بحال هكا. غادي نجيب هذا الكاس ديالي وغادي نحطها في البلاصه اللي بغيت هكا. صافي ما نوركش على هذاك السيليكون باش ما يخرجش لينا كما كتشوفوا. هانتوما اما بالنسبه للمسه الاخيره البنات اللي غادي تعطينا واحد المنظر رائع لهذا الديكور اللي صوبنا ديال الشمع، غادي ناخذ واحد الفيرني عادي يعني صباغ اللي كنديروا لدفراننا. انا خديت هنا يعني هذا الكحل نوار حيت انا لعبت على الابيض والكحل كما كتشوفوا. غادي نحلها هانتوما، وغادي ناخذ هاد الكيسان ديالنا وغادي ندوز عليهم هكا تدويزه خفيفه ديال الصباغه كتعطي واحد اللمسه زوينه بزاف. هانتوما هانتوما نتمنى انه يعجبكم هاد الديكور اللي درنا ديال الشمع، وخصوصا الناس اللي كيعجبهم هكا الشمع انا متاكده غادي يعجبهم هاد الديكور. يعني العوض فاش ناخذوا بحال هاد الديكورات شويه يعني هكا بالفلوس، من الاحسن هكا نديروهم يعني في دارنا، وخصوصا انها شي حويجات بحال هاد الكيسان كما قلت لكم انا ماما كانت غير غادي ترميهم. قلت لها هكا خليهم على جنب غادي نفكر شي فكره ونستافدو، يعني زينوا لينا الدار ديالنا. هانتوما شوفوا كيجي واحد المنظر رائع بزاف بزاف. نتمنى انه يكون عجبكم هذا الديكور وتستافدوا مني ولو القليل. اما بالنسبه لفاش حطيتهم هذا يعني غير عود عادي، يعني غلفته هكا بهذا الثوب كحل. نحيد هادي حطات لي هنا هكا.
مهم الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي لايك باش تشجعوني، ودير ابوني القناة باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى. هذا نساعدكم باش تشوفوا.